بالتعاون مع وزارة الصحة. المحاجر مثل ما تشوفون كلها عبارة عن شاليهات، ولكن ما شاء الله تبارك الرحمن مكيفة ومعزولة بالكامل. اللي الضيوف اللي راح يكونون موجودين هنا هذه بإيد وزارة الصحة هي اللي راح تحدد، ولكن غالبا راح يكونون من إخواننا الطلبة الشباب تحديدا. المكان ما شاء الله كل شاليه في عبارة عن غرفتين، كل غرفة فيها حمامها خاص فيها، فيها تلفزيونها خاص فيها، فيها إنترنت واي فاي وتليفون وكل شيء. هذا واحد من المحاجر تم تجهيزه بالكامل وهو جاهز. هذا مثلا عبارة عن صالة، الانترنت موجود، التلفزيون موجود، حتى أغلب الخدمات بي ان سبورت وغيره موجود، تليفون موجود، وهذه غرفة النوم. كل هذا ما شاء الله تبارك الرحمن تم تجهيزه خلال أيام، وهو الآن تحت أمر وزارة الصحة. هني لما نقول تكاتف وتعاضد مؤسسات الدولة بالكويت، النفط، الوزارات وغيره، وزارة الصحة الآن هي اللي تطلب، الكل تحت الأمر وينفذ. أنا موجود حاليا برفقة بعض الجمعيات الخيرية اللي جايبة مواد غذائية، طابعات، لابتوبات وغيرها تدعم فيهم هذا المحجر. وهذا كذلك نموذج ثاني للمحاجر. طبعا كل الغرف مثل ما قلت لكم مكيفة، كلها فيها تلفزيون واي فاي وغيره، شراشف، سراير، كل شيء جاهز. حتى أنه بالمكان هذا أو بالموقع هذا في مطبخ مركزي، في لاندري مركزي أو مصبغة غسيل ملابس مركزية، خدمات فندقية لكل اللي موجودين داخل هذا المحجر. غير طبعا أن فيها مركز صحي متكامل وزارة الصحة عشان يفحصون بشكل دوري كل نزلاء هذا المحجر. وهذا مثال دعم الجهود الحكومية من قبل الجمعيات الخيرية. لما قلنا لكم أن ودنا ندعمهم بأي شيء، والحكومة ترى ما هي محتاجة تبرع، لكن محتاجة دعم لوجستي سريع. المكان تم تجهيزه من قبل النفط بتعاون وزارة الصحة والجمعيات الخيرية، تحاول تدعمهم بأي احتياج يحتاجونه.